رغم خرجوا المخازنية قال لك تونس فتحت أبواب جهنم عليها اللي تسمى المغرب العظيم. يا لو كان نقول لك، لو كان نقول لك ضرب كانت تحس سبيس بالك قادرة تضرب بالزنزلة 10 فاصل. قال لك المراركة تونس كانت تابعة لإمبراطورية المغرب، تونس كانوا يحكموا فيها المراركة، منين عقبوا الله أعلم كيفاش كانوا يحكموا فيها. يعني كان عندهم قمر صناعي نظن في ذاك الوقت كانوا يحكموا فيهم عبر الساتل. نعم مرة ما شافوش سكران في باريس. لا لا هذيك لا لا بصح اسمع تو كان فاهمك حاجه. هو بلغ اليقين، هو بلغ اليقين يسكر رجله سرواله في باريس حاجه طبيعيه عاديه نورمال لانه ملك. انتوما برك انتوما ما حبيتوش كي الملك، الملك راح يفاجئ لانه كان بغودة كما يقولوا صحاب غليزه. السيد ده طهاني نقول لك الرود ولا ما يدوروش. ايه دوك تلو كان كنتي بلاصتو ماشي غير تسكر هاو تي دوك تقطعوا عليها هنا تاوعنا عراوة قدام العالم. شفنا موريتانيا، من بعد من موريتانيا راح تونس، من تونس لو كانت تجي مصر للقمة العربية ثاني راح نطيحوا على مصر ويولوا يستعمروا مدغشقر ويسالوا في جيبوتي. الناس هذو مهاب الأمراض. أنا قلت لكم ذيك النهار المروك الوصف نتاع الحالة لا سيتياسيون نتاع المروك هي مستشفى للمجانين عنده نشيد وطني ورايع، يعني سبيطار تاع مهاب الكبير. هذا مكان ما رايش دولة، هذاك مستشفى تاع المدينة، يعني بالملك بالوزارة بالشعب بالهويش اللي عندهم، يعني ناس قاع مهبل صراحة. راهم على بالك عندهم 3 أيام وهم يقولوا أي راح تطيح الشتاء، راهم دوكا على بالك واش راهم المشكلة راهم عندهم، راهم يستناو في الشتاء تطيح. قاع المواقع تاعهم يهضروا على الشتاء، تلفزيوناتهم قالوا راح تطيح الشتاء. أنا جاتنا برقية من إسبانيا تقول باللي راح تطيح الشتاء وهذه السحابة تعقب من الآخرين يلونوا ويموتوا على التلوين. هذا الناس سي دي بروفيسيونيل في التلوين. على بالك ترقد تنوض تلقى القاره تاع افريقيا كاع حمراء وفيها نجمه خضراء في الوسط. هذا واش يعرفوا يديروا الناس هذا؟ يعني واحد اللي يتكيف ويكثر سورتو لا طاح في سلعه شابه. تقرب اللي يديروا الكولورياج تاع الدراري. ايه يديروا التلوين يموتوا على التلوين. الفلايش الرومبوان هذيك الطياره تاع هذاك الماريكان اللي يدير بيديها كما نعرفوا شو اسمه هذاك المهبول. راكم وليتوا اضحوكه قدام العالم. راكم على بالك واش معناتها دولة مجاورة تقطع عليك المجال الجوي؟ على بالك واش معناتها؟ وما عندكش كيفاش تدير؟ على بالك واش معناتها؟ فضيحة. شوف الجزائر صراو لها مشاكل ومنها وما غرقولهاش، ما ولاوش يجوا الطيارات نتاعهم، لكن الطائرات الجزائرية كانت تخترق المجال الجوي تاع كاع دول العالم. كاين ولا دولة في العالم إلا دولة اللي صرنا معاها مشكل كانت عندنا أدلة. واعتذر الرئيس الإيراني في زيارة رسمية تاريخية في وقت خاميناي جاء للجزائر واعتذر من الجزائر ويعرف بوتفليقة في سويسرا. خاميناي كان في سويسرا ويعرف بوتفليقة معرفة شخصية ويعرف حتى آل سعود. جاء للجزائر واعتذر وعاودت ولات العلاقة ولا الماء المياه لمجاريها. لكن الجزائر ما قطعت العلاقات تاعها مع إيران بأدلة ملموسة. إيران المغرب ما تقدرش تدير نفس الشيء اللي دارته الجزائر. الجزائر نهار اللي قطعت العلاقات مع إيران ما باتش في ذيك الليلة السفير الإيراني في الجزائر. في ذاك النهار عطوا له طيارة قالوا له تغادر راح لتونس ومن تونس راح لإيران. نعم في الحين قالوا له ذوق تقبل طريق تروح 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 زروال الزعامة يا وليدي. من بعد نهار اللي جابوا بوتفليقه واستتب الامن وتسقمت الامور عاودنا جبنا وجالينا خاميناي في زياره تاريخيه، اول زياره ليه خارج ايران بعد ما ولى رئيس الجمهوريه وجا للجزائر وشفنا والشي اللي داروا مع الجزائر واستقبلوه بحفاوه وعاودت ولات المياه لمجاريها. اليوم ولاو يقولوا لنا انتم كل حاجه ايران ايران ايران، إيران راح تسيب الحل مع الماريكان، والماريكان تعاود تفتح السفاره تاع طهران، السفاره تاعها في طهران وتعاود تقولوا للماريكان باللي توما صناع توما صانعه ايرانيه، تقولوا باللي الماريكان راهي متحده مع ايران باش تضرب المغرب. الناس هذو مراض مراض. ايران الناس اللي ما تعرفش ايران، ايران هي فرنسا قدمت تهجموا على تونس تيغر. ها؟ ما تهجموش على ماكرون، فرنسا قدمت تهجموا على قيس هاو سعيد. هاو هذاك الاسكلاف اللي في فرنسا قالوا واش الزياره تاعك لا فيزيت تاعك لالجيري؟ قالوا مانيفيك. قالوا جوزتها مانيفيك في الجزائر. ده ها الفيديو
في التي وفي الليل. آه كانهم هني كان يستنى يقولوا له، يعني حتى انت شعبي رئيس تاع دوله تسقسيه، سقسيه على بلادك، ما تسقسيش على الجزائر. يعني مناضل بالجزائر الناس هذا، تروح تسقسي الرئيس تاع فرنسا تقول واش لا فيزيت تاعك للجزائر، واش حبيت يقول لك؟ ها؟ يقول لك ما كاش ترونسبور. خرجت من قلبه باللي ماني فيك هذيك. ايه خرجت من قلبه. نقولوا للمراركه نحسبكم بالاورو. الالجيريان يخلص بين 15 حتى 20 اورو تريسيتي في 3 اشهر. فرنسا شحال راح تخلص؟ فرنسا والله ما نعرف هذا السؤال، انت تعرف الامور هذه بالاورو. شحال راح يخلصوا اكتوبر نوفمبر ديسمبر تريسيتي في فرنسا؟ راح يتجعدوا لهم، راهي طلعت من 85 اورو ل 1000 اورو ميجاواتر، يعني تقدر تطلع لك في العام كيما في لونجلتر 8000 اورو، ولا في فرنسا كيف كيف، يعني راح يتجعدوك جعد كبير. وين ميلورو في العام؟ في الجزائر نقولوا 15، في التريميس نقولوا 20، كالتريميس نقولوا 100، 100 اورو في العام، يعني 100 اورو في العام، 10000 اورو في العام في فرنسا، يعني 10 اضعاف تاع التسعيره تاع الطاقه. مش تهدر تاعك راك تقول شوفوا البري تاع المازوت، البري تاع ليسونس. كنا نقولوا حنايا راهم يطفوا، راهم يقولوا باللي لي سوبر مارشي باللي ما راناش راح نقدروا نشعلوا نهار كامل، يعني بداوا في واحد الامور. وخرجت الوزيره اليهوديه الاولى وهي عاودت تراجعت باسكو موقع التواصل الاجتماعي شعلوا، قالت لهم الفاميليات ما نقطعوا لهم، ما راحين يقطعوا اديتونس باسكو فرنسا واش ما على بالهمش الناس عندهم كاع لي كونتور لينكي، بالك تيجري فهمكم شنو كونتور لينكي. الكونتور لينكي هذايا كلاوه خضر بالمناسبة للفرنسي. دونك ايبي كونتور تاعك تاع تريسيتي فيه لادريس ايبي، يمشي اديستونس يعني ماشي ادريسابل، ماشي معناتها خيط ويجي ويكوبي لك من الكونتور، يعني يكوبي لك من لا ستاسيون. او دي اف شركه كبيره، يعني يقدر يدير غير الكود تاع الكونتور تاعك يكوبي لك تريسيتي، يعني يعطي لك ساعه في يدك، وكل ما تدخلش البيرمون وكل ما تتخلصش يكوبي لك تريسيتي. دونك ماشي غير التريسيتي، الغاز دوك، الدوش دوك يزيدوا حتى الماء، يولي انت الدوش يكوبي لك الماء. مليون فرنسي يسخن بالفيول. كان الفيول العمر بالزوار، كان الحطب ما كاش الفيول، يعني الناس اللي عندهم لي كيفا فيول في ديورهم وراهم دوكاتيك يحاربوا في الزواولة اللي عندهم لي بتيت بيسين في لي بافيون، ولكن الاخرين اللي عندهم لي بيسين دي بوردومون كدايا نو، مي لي بوتي فرونسي دوك يديروا لهم هذه في هذه، وراهم اصلا راهم يروجوا باش يحبسوا اللحم باسكو قالوا لهم مدير للصحه. ايه ميم الخزاين تاع اللوح، جماعه اللي عندكم طوابل تاع اللوح والخزاين تاع اللوح غير ديروا كاميرا، دوك يبداو يسرقوا لكم الخزاين من دياركم باش يشعلوا النار يدفعوا. انا قلت لكم ودبروا لسانكم. دوك طابوري، عندك طابوري تاع بواروش في الدار غير خبيه، تاخذ رايي، لانه تقدر يكسيو لك الباب يدخلوا يسرقوا لك طابوري، حاجه تاع حطب، هذيك البلاكه اللي تقطع عليها في الكوزينه، اي حاجه تاع حطب، عندك حاجه تاع حطب الى عندك وين تدسها، عند صاحبك عنده كوفر ولا غير ديها، ما تخليهاش باسكو تخليها على التير، تجي تلقى ولاد الحومه دايرين بيدون تاع النار ويسخنوا عليها، نورمال، لانه توقع كلش الشيء اللي راهو جاي في فرنسا ماشي سهل. انا قلت لكم قادر تجي تلقى جماعه يقلعوا في القرمود الفوق، ينحيوا في الشوفرون وينحيوا في التين دام الفوق باش يشعلوا النار، خلاص تخلص 3 ميل 2000 اورو تاع تريسيتي في 3 اشهر. شو معناتها شهريتك تخلص بها التريسيتي وشهريتك الاخرى دير بها غازوا. فك عباك في كي تجوك الضياف في فرنسا تقول لهم خير ان شعلكم الضو ولا تشربوا قهوه، واحده من الزوج، ما تقدرش يشربوا قهوه وتشعل لهم الضو. طب كي يجوا الضياف تقول لهم ايه والله غير عندكم الضو شاعل زين عليكم، يقولوا يجوك الضياف باسكو انت عندك تريسيتي وعندك شوفاش باش تسخن، خلاص يعني خلاص فرنسا صيد الفخفاخه والبذخ والتبذير والسوسيال صحيح. تكون في فرنسا ممنوع باش دير كليماتيزور، كاين ناس في فرنسا دركا ما عندوش كليماتيزور في الدار، والله ما عنده، لحقت 40 دوغري الناس راهي تدور بالكيلوطات في الداخل في الديار، ما كاينش كليماتيزور، ما كاينش طاقة. ولو كان تروح تقول لهم ودي كيف كليماتيزور ماشي مليح للصحة،
اللي شاف لك الماء في لي بومون تمرض، كيكون كيما كيكون ناس صغار ما تاكلش الكبدات واللي تخاف باش ياكلوها غير هما. دونك فرنسا باي باي يعني صراحة. احنا دوك الشيء اللي نطلبوه من ماكرون يلمونا قاع الجزائريين في بلاصة واحدة هكاي، باش نبعثوا الغاز لخاوتنا الجزائريين اللي راهم في فرنسا باش يجوزوا الشتاء. باطل يعني، هذوك على كفالة الدولة الجزائرية ونخلصوهم على كل حال. من كرسي كرسي كان ديرو لها تي وتيكر. اي كورسيكا اصدقائنا يعني، اصدقائنا في كورسيكا، اذا كش ما خصكم الا كنتم تسمعوا فينا نبعثوا لكم تي وديريكت يعني. انا راح نقاولها محل الكورسيكا ان شاء الله، راه مقرب يستقلوا. كما ماكرون قال نهار اللي شعلت النار في الاربعاء، قال لهم اصدقائنا في منطقه القبائل كش ما يخصكم رانا هنا. ثاني نقولوا اصدقائنا في كورسيكا، قول لهم كش ما يخصكم اوني لا با بروبليم، اتصلوا بالحصه 66 66 الى محكم زيت 66 نبعثوا لكم غاز البيطان كلش. اخوة كاين دي سيتي في لاكورس مي لا ماجوريتي سي دي الجيريان ويكرهوا المراركة ويكرهوا الأفارقة باسكو تاع مشاكل وكذا تاع بعض الجزائريين يعني العراية هذوك مي لا ماجوريتي تاع الجزائريين اللي عايشين في كورسيكا عايشين كيما لي كورس عندهم عقلية واحدة حرمة واحدة تعنسة باسكو كنت تدنا المرأة في كورسيكا يعني تخلص عليك بالحجرة في الماء عندهم هاد القالب وما يربطوك في روشي ويطيشوك في التيو في البحر. مورغان سمحي لي دقيقة، داروا حصة في المروك في واحد لاشين في المروك وقالوا بلي مقر طرلوز أصله من قبرص والجزائريين سرقوا مقر طرلوز للقبارصة، ومقر طرلوز وكي الجزائريين كانوا يرعوا بالنعاج كانت قبرص تكون في مقر طرلوز. معليش الزطلة هذه خلطوا هذه الخطرة بالسر وبالأطارك الصون أطارك الصون عباك يكري لك خلل في السربو مع الشيرة والتياشسي وزادوا لها شوية تقاشر هذوك اللي رمصوهم في البوبالات وكذا دونك يشوفوا كلش الناس هادو شافوا ما في القمر مصح ما شافوهش سكران وراهم خرجوا العابد باش تشوفوا واحد كيكون اسكلاف مونطالمون كيما اللي عندنا هنا جماعة الفكر الاستعماري حتى يشوف هكذا كيقول لك هذا جلالة سيدنا وحتى للموت يعني عبد فيه ما تقدرش تنحيله العبودية هذا الشعب هذا يعني في آخر المطاف يقول لك هذا ملكنا وسيدنا وبابانا حتى ولا هو مطبق عليهم يعني ديكتاتورية كبيرة بزاف. انا نقول للمراركه نقول لهم باللي يا ودي احنا ما عندناش غير مقروط اللوز، عندنا القنيدلات، عندنا العرايش، عندنا التزيريات واسمهم تزيريات. اذا كاين تزاير واحده اخرى في قبرص ثاني معليش ما كانش مشكل. هادو نظن ما يعرفوش القريوش تيقر القريوش بالجلجلان، عندنا المشكله من كل لون، عندنا الكفته نخدموا بها الفاكهه، عندنا المراه في الجزائر تخدم 700 يعني تبدع في الجاتو يعني. الناس مواقع عالمية راح يضرك، وش راي يدير؟ راي يدير صور نتاع الحلوى الجاتو وسموها الحلوى بالعربية. نعم الحلوى حلوة مقروط اللوز كما حلوة الترك نعم اللي انشهرت. دونك مقروط اللوز علامة جزائرية ومصنف كألذ مع خمسة من ألذ الحلويات في العالم، مع الماريكان مع اليونان يعني الرابع في العالم. ثم مش عندكم الطنجية مخدومة بالحمر الحمار وسارقينها يعني، حتى اللي ما يشتاعكم سارقينها من السنغال، لأن الطنجية هذه عندها اسم. طنجية ماشي تاعهم والمرقاز ماشي تاعكم المرقاز خرج فيه وهران في الغرب خرج كيمياء اللي راهم يديروا به لي كيمياء فاليهود حيموتوا على المرقاز باسكو نسبوا روحهم المرقاز في الكوسكوس نسبوا روحهم بزاف امور ديجا نزيد نقول اللي فرنسي بالك حاجه ما يعرفوهاش الناس وبالك الناس راح تضحك عليا، بصح نقول لكم وروحوا بحثوا لي ماكارون. لي ماكارون اصلهم جزائري نعم باللوز، واصلهم من تموشنت. اول واحد في العالم خدم لي ماكارون هو جزائري من مدينه عين تموشنت. نعم لي ماكارون اصلهم جزائري، وداوهم لفرنسي وطوروهم وزادوا لهم وبدلوا
زادوا له كاين كو تاع بانان كو يعني داروا فيه عليه بصح اصله الماكارون بيض، ما هو لا صفر لا احمر لا غوص لا كحل لا في شوكولا لا والو، ماكارون. الناس اللي تعرف في الغرب الجزائري روح لتموشن تسقسي، رانا نحكيو على 100 سنه ماشي انا نحكيو على 10 سنين 20 سنه، انا نحكيو منذ حقبه الاستعماريه كان كاين حانوت او غلق هنا راه فاتح فيه وهران، فتح فيه وهران يخدم لي ماكارون خير من لي ماكارون اللي كاينين في فرنسا. المرقاز اصله جزائري 100% خلق في الغرب الجزائري بالمصنع. نعم، وهذا هذا القبيح هذا اللي بعتي لك، هذا طايحنا رئيس الموساد هذا يعني. يعني راهم خرجوا سنانك باغي يخرجوا امور واحد اخرى. شحال في عمره 23 سنة اللي اخترق التليفون نتاع هذا الصهيوني، هذا رئيس الموساد الصهيوني اللي اخترقوا له التليفون. اخترق قلنا باللي انت عندك بيجاسوس، طفل في عنده في عمره اقل من 25 سنة اظن 23 سنة، من اصفهان ايراني، اخترق الهاتف نتاع مدير الموساد واداله نوامر تاع التليفون وشعل له يعني بوزيسيون نتاعو، جبدوا له وين كان ومنه ورقم الهاتف واتصل به يعني تكلم معاه وقال له الصور اللي كانت عندك في الهاتف وتشدرت ومنه وكذا وفضيحه بالجلاجل. تم مدير مخابرات ذري اخترق لك التليفون تاعك زعما تليفون مؤمن. نعم. ودار له تصاور تاع فمه تاع سنانه كيبعثوا له يعني ماشي قال وقيله تاع سنان عنده حديده في فمه تاع فضه ولا ما على باليش. والله العظيم راه تبدل قاعد تصورك يا معلم. ايه وهذه تاع اسنان اشاره باللي عندنا كلش. كما يقولوا صحاب الغرب غوريان. كيفاش قدروا يخترقوهم هادو يا تيجر؟ ماشي هما عندهم القبه الحديديه وياكلوا العظم ويطيروا في السماء والتكنولوجيا يا ودي مورغان كانت راح تتدخل وانا كوبيتها وقال زعفت راح ترقد هي ضربتنا بلوحه كاع. دوقا دوقا على سلامتك خونا تاع باريغو البوس. طاحت بالك لا كونيكسيون، يعني بعت لها الحبيله. مصح يعني دروسو يعني تيجر ماشي في بلاصتهم يعني. كروكودين ديك الهيشه انا كنت باللي الشرطة جنود الرحمن المجاهدين الحقيقيين راهم رايحين يديروا اضراب عن الطعام في السجود الصهيونيه، والمقاومة عندها أكره لإمام لهم ولكن هم من أصل أشكنازي كما قيلا تشاليت كشتو وش طلبوا به قيلا تشاليت يعني داروا حكاية. دونك هذا هو الكيان الغاشم يدير واش يحب. وخرج لنا زيلينسكي في الميداف يعني مع لي باترون دونتربريز تاع فرنسا، الناس قاع الاثرياء وكدا داروه لايف شغل زيطوط، الناس تسمع في زيلينسكي مغبر قاع قال لهم راح نسترجع لا كريمي القرم، يعني عباك الغبره ترجعك تهضر في واحد الكلام تيقدر تكذب. افرانشي سمعت هذا ضابط المخابرات الامريكي وش قال لهم؟ ضابط مخابرات يكشف مدى قدرة الجزائر على تعويض الغاز الروسي في أوروبا. هذا ضابط سابق في المخابرات، لكن الجزائر عندها الإمكانيات باش تعوض، لكن بحكم أنها عندها علاقة استراتيجية مستحيل الجزائر راح تجازف وتغلط الغلطة اللي غلطها معمر القذافي وصدام حسين. نعم قلناها آلاف المرات، الناس بالك عن بالهم كنا نتكلموا من فراغ. السبب الرئيسي اللي خلى صدام حسين ينهار وتخلتها له روسيا لأنه هو تخلى على علاقته مع روسيا وتوجه لفرنسا باش يشري من عندهم الميراج وكلوا له الدراهم وزادوا هما اللي ضربوه. صدام حسين النهار اللي دار يده في يد توني بلير ووصفه بالصديق، الصديق بلير. نعم توني بلير هو من الناس اللي كانوا يحرضوا باش يضربوه، يعني باش يضربوا الجزائر. الجزائر عمرها ما كانت عندها، مع انه الملكة تاع بريطانيا كاين يعني ملفات
النهار اللي جات للجزائر في الثمانينات في وقت تشيرلي، جات ملكة بريطانيا رين إليزابيث، كي جات للجزائر انبهرت بالجزائر وتمنات أنها تعاود تزور الجزائر. اليوم معكم شتو يعني قديمة على كرة أرضية، وما سمعنا واحد من هذا الكلاب هذو اللي يظلوا نهار كامل ويقول لك هذو الشيوخة وهذو العجازة، ما سمعنا ولا واحد فيهم يتكلم على رين إليزابيث. لو كنت تتكلم يعني يشوطوك الناس هذو، قادرين يشريوا السلاح ويجيو يتيريوا عليك. تهدرش على رين إليزابيث، مي كي تهدر على لقيت صالح ربي يرحمه ولا على شنقريحة، هو كبير هذا. شادك النكيرة لي كيفاش جاه الرد من عند الناس المخفيين في الانترنت كي هدر على عمي الصدر ربي يرحمه. شكون هذاك تويت الكابتير اللي بعت لك قال لهم بلي هذا سنة ربعة بردع أمه ايه الاخر قال لهم على معطوب الناس، قال لهم معطوب الناس يعني كان يشرب الهنكل بردع كاع الناس، ما عطاه له ديرك يعني، قال له هذوك انت يرحم باباك، احنا نهضروا على الناس ما نهضروش على اشباه الناس. انا اللي انت تروح تجيب لي انسان انا مثل انسان ولا من وهران، تجيب لي من وهران تجيب لي غير انايا واسمها شارلو مونتي في وهران ما كاش علماء، ما كاش فنانين تروج لهم اللي يمثلوا وهران، ما كاش. شباك ترقد في باركينج في تلمسان ولا رجعوها تلمسانية وتمثل تلمسان؟ ايه دونك يروجوا لهذو الناس باش يسقطوا الاعمده تاع هذيك المنطقه. نهضروا على قسنطينه فيها علماء، نهضروا على تيزي وزو فيها علماء، نهضروا على الجزائر ولا البليده ولا شلف ولا يعني في كل مكان كاين علماء. مش الناس هادو يفتخروا بالعنقه بعمر الزاهي بإسياخم؟ لا 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 السياخ ما يحبوهش، ما يحبوش العنقة، ما يحبوش. انا يا ما نكذبش عليك، انا انسان اللي نشوفه يعني هو الشجرة التي تغطي الغابة، هو شيخ الطاهر آية عالجد اللي مثل المنطقة. هو انسان اللي نظن انه 90% يحبوا هذا الانسان. دونك احنا كي نتكلموا نعطيه صورة على هذه المنطقة، نعطيه صورة للشيخ طاهر آية عالجد، ربي يطول في عمره، لأنه ترجم تقدم لا شوف، قبل ما نروحوا للعنقة، الشيخ طاهر آية عالجد قعد 25 سنة وهو يترجم في كتاب. هما يهضروا بزاف على الفن تيجر ويجيبوا أشباه الفنانين، ولكن ما يهضروش على مايسترو لي ماتر اللي هو العنقة واللي هو عمر الزاهي واللي هما بزاف ناس هاشمي قروابي بزاف ناس. انا كنت نتكلم عن الترويج، دخر يا رب المعبود ارني ضر عود رجعوه اله. طاهر اي تعالجت 25 سنه هو يترجم في كتاب، ما شفنا ولا قناه تلفزيونيه راحت ليه ودارت معه حوار وحكى لهم على التعب اللي تعبوا لمده 25 ولا 30 سنه على الكتاب اللي في السعوديه عجزوا باش يعني باش يترجموا ولا باش يفسروا هذاك الكتاب. هو نظن انه الموطأ فسروا تفسير دقيق جدا وبسط للناس المفاهيم بك، هذاك يولي مرجع الكتاب هذا في كل بقاع الأرض الإسلامية، لأنه ما كانش اللي سبقوا لهذا الشيء. ما شفناه لا تكريم، جابوه كرموه أخي، كرمتوا ناس يعني حثالة المجتمع كرمتوه، هذا أنا ما جبتوش كرمته. الكتاب هذا علاه ما روجتولوش في القنوات التلفزيونية؟ عندكم طنوبيلات وعندكم الاموال وعندكم كلش، ما شفنا ولا قناه صحفيه تنقلت يا اخي، شفناكم رحتوا الناس امراه حوزها راجلها كنتوا تروحوا لهم للبياض، تروحوا هكا ديروا واحد الامور باش تبينوا اللي الشعب. بصح الشيخ طاهر جيت ما يشكوش بعيد، يعني حاجه تاع ساعه ساعه ونص بعيد على العاصمه، تقدروا تروحوا وديروا معاه ساعه ساعه ونص، ويعني خفتوا الناس يتاثروا به. لأن أنتم ما تروجوش للأمور اللي تبني الحضارة، تروجوا للأمور اللي تكسر الحضارة، تحوسوا كيفاش تعطيوا صورة قاتمة للجزائر. ضربت كوبا قهوة كيف تقارو قعدت راسي الحمد لله يا ربي، وراني مشخشخ علاه
لانه المراركة حتزيد اللياقة عليهم، راهي قد ما تزيد، قد ما راهي تزيد الوقت، قد ما راهي تزيد تصير عليهم الامور. صح. وانت بغيت نسقسيك تيغر، واش التعقيب تاعك على الناس اللي راهم يلقاوهم موتى بالعشر ايام خامجين في ليون في فرنسا كاع، واحد مربوط بالكلب سيكسياليزم ومطيش في الطريق، واحد اخذ فوها 18 سنه، واش التعقيب تاعك؟ والشيخ هذاك اللي لقاوه ميت قال لك راهو انا موضوع صابو فيه عنده وقيله 10 ايام من اللي مات. اجمع اللي راهم في فرنسا خاوتنا، غير تشوف روحك بدي تعيا شويه روح للجزائر، هارواح نجرو بيك في السبيطارات، نجيبوا لك الورد للسبيطار، يخصك الدم ناطولك، تخصك كلوه ناطولك، لانه احنا هذو الناس الكبار تاعنا بالنسبه لنا كاع ابائنا، لو كان ندقوا شوكه ننضروا في بلاصتو. مش كيما في فرنسا، فرنسا نشوفوك دراهم حتى 65 سنه تولي راقد وتخلص، ما يساعدهمش الحال. دوك تبداو تسمعوا بزاف امور من هذا القبيل. نعم، او جيل هادي قال لك عنده طابوريات وعنده واحد طابله تاع حطب، قولوا له باللي غير دسها باسكو راهم راحين يبداو يكاسيو الديار، يسرقوا الخزاين والطوابل ويسرقوا حاجه تاع حطب باش يشعلوا النار، رايحين يقولوا في فرنسا دي فاغابون. نعم، والموت هذه موت فجأة في فرنسا، راح تولي كل يوم. في خاصة في ليون، هذاك اللي باتوا لك القهوة، يعني وما ديك لا روش كيفاش القهوة، هو القهوة مدبوح. ايه، وكبار هذو الناس اللي فضلوا من الكوفيد، لانه في الكوفيد 80% من الناس هذو اللي كانوا يسبوا لهم مشاكل اللي كيداوهم في الكوفيد، قال لك ها والله غير مات بالكوفيد. السيد كان داير كي العود لبس به رقد غدوه من ذاك مات. كاين الناس اللي كانوا في السبيطارات نحاولهم لي زاباري باش يموتوا سكارى، قتلوهم كاع الناس الكبار في الاوروبا في الكوفيد، قتلوا بزاف ناس. وكاين الناس ما شافوهمش كيفاش دفنوهم، مي لو كان يروحوا يجبدوا الكادافر تاعو يلقاو احنا حاولوا. راهم يروجوا باللي كاين ويتيام فاغ تاع الفيروس. وتيام فاغ و10 لي دوز تاع الفاكسان سمعت بيها؟ قال لك ابارتير ديسمبر ان شاء الله راح تجيب قوه الكورونا، وكاين يعني قال لك لازم تدير 10 لي دوز باش ما يزيدش يدور بك الكوفيد. دونك اللي عنده مساطه يوجدها يا جماعه. الناس مرقوا في انترنت باللي اللي عاود حكمهم من الكوفيد وحكموا دي كوفيد لون، الناس قال لي كانوا فاكسيني. ايه، الناس اللي كانوا دايرين الفاكسان يا اخي يعرفوا مرضوا بالكورونا، راهم يعبدوا يوم مرضوا راهو على بالك، ولاو فخاجيل الناس اللي دارت الفاكسان راهم على بالك، يبدا يسعوا اللي ترنيفوا. دونك كنا نقول لكم باللي الفاكسان هذا اللي راه يدور في فرنسا وهذه تاع الانجليز واللي مخدومه في الهند، لانه الرياس والوزراء ما داروش الفاكسان، وراو لكم بصح هو ما داروش فاكسان. ماشي هذيك هي الفاكسان اللي داروها للناس، ها اللي درتو الفاكسان ديروا حسابكم. احنا جابوا لنا الفاكسان من الروس، جابوا لنا سبوتنيك، تولي تاكل السردين بيريمي ما يصرى لك والو، طيح من فوق الطعم فوق الطاله ما يديروا لكش بلاط في السبيطار، نورمال يعني. سينوفاك الصيني اللي هو اكثر اللي يتباع في العالم هو الصين والروسي، وما يهدروهاش هذه. الشكر هو المراركه، لانه الصين جربت اللقاح نتاعها في المراركه، بالك الناس ما على بالهمش. المروك كي بدا يلقح في الشعب تاعو بالسينوفاك، كان مازال ما عندوش الترخيص باش يلقحوا به الصينيين كي كان في المروك. عطاو لهم أربعة أنواع نتاع اللقاح باش يجربوهم في الشعب المغربي وقبلوا المراكة. عطاك المراكة تبدا تحوس ريال شحال راهم دايرين، بالك راهم دايرين 61 ولا 65 نوع تاع لقاح، سيو فيهم كاع الشعوب، راكم شتوا يعني. على راهم هايجين هكا ولاو كي الزومبي، لأنه سيو فيهم كاع الدواء تاع العالم، سيو فيهم الدواء تاع منع الحمل، سيو فيهم كاع الأمور نتاع البريغابالين، هذا الامور كاع سياهم في المراركه. نعم، وتيو هذا اللي بعت لك التيجر، هذو هم اللي حكيت لك عليهم ذيك النهار، هذو اللي يخرجوا من تحت الارض في طوموبيلات فيمي، هذو اللي في الطاليان، هذو هم الدوله العميقه، هذو يقدروا يقلبوا النظام في الماريكان.
شتوهم هذو في الكوفيد كيفاش جابوا لي فورغون لي سبرانتير وقاع راهو قدام البنكه وبداو يحطوا في الدراهم في البنكه. هذو كانوا يسرقوا لي بنك ولاو يجيبوا في الدراهم ملايير الدولارات يحطوا فيهم في لي بنك تاع الطاليان. نعم عندهم حتى لا مافيا في الطاليان وديسيبلين داكور. لا مافيا عندهم بنوا مستشفيات. لا مافيا في الطاليان تخلص لي زامبو اجور. نعم فرنسا هربوا دراهمهم. لي فرنسي اللي عندهم دراهم لي ريش تاع فرنسا راحوا لانجليز خباو دراهمهم في الانجليز.